ينضم إلينا من كونفنتري مرامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. إذن أستاذ رامي عبد الرحمن، أهلا بك معنا. بداية، ما هي آخر المعلومات المتوفرة لديكم بالنسبة للهجمة السورية من أعلى هضبة الجولان على ريف دمشق، الهجمة الإسرائيلية نعم، صباح الخير. طبعا قصف جوي إسرائيلي فجر اليوم استهدف سرية تابعة للواء 121 في قوات النظام، والتي يعني سرية تتمركز في القرب، ليس بعيدا عن جولان السوري المحتل، في الحدود عند الحدود الإدارية ما بين محافظتي ريف دمشق والقنيطرة. هذه السرية من المفترض بأنها تابعة أو عائدة للجيش العربي السوري أو لقوات النظام، إلا أن عناصر حزب الله تنتشر في أجزاء منها. الهجوم الإسرائيلي جاء بعد صواريخ أطلقت على الجولان السوري المحتل مساء الأمس من قبل مجموعات عاملة تحت أمر حزب الله في تلك المنطقة. ردت إسرائيل على الهجمات الصاروخية باستهداف مدفعي لريف يعني درعا الغربي المحاذي للجولان المحتل، إلا أن إسرائيل لم تكتفي بهذا الاستهداف، فقامت فجر اليوم بقصف جوي وهو الأول في هذا العام على ريف دمشق الجنوبي الغربي، وسط معلومات عن خسائر بشرية وخسائر مادية مؤكدة في هذا الاستهداف الإسرائيلي الجوي الأول لهذا العام. نعم، هل لديكم رقم محدد لهذه الخسائر البشرية المؤكدة أم لا يتوفر الرقم حتى الآن؟ لا يوجد رقم حتى الآن، لكن دائما نقول بأن إسرائيل كان قد وجه ضربات موجعة في أواخر العام الفائت، أي قبل أيام، على يعني استهدفت الميليشيات المولة لإيران في مناطق عند الحدود مع الجولان المحتل في الحدود مع العراق، كانت حصيلة أكبر خلال العام الفائت 25 قتيل من هذه المجموعات، بالإضافة لقتلها 3 مدنيين و5 مقاتلين بالاستهداف على محيط مطار حلب الدولي، وكل هذا الأمر حدث في الأيام الأخيرة من العام الفائت. نعم أستاذ عبد الرحمن، هذه الهجمات الإسرائيلية بالتأكيد هي ليست الأولى ولكنها ما زالت مستمرة، ما الهدف من هذه الهجمات؟ هل هي بالفعل، هل هذه المناطق فعليا يعني هنالك مقار لميليشيات إيران فيها كما تقول إسرائيل؟ يعني هناك حزب الله، نعم حزب الله ينتشر فيها، ولكن بالنهاية إسرائيل حتى لو لم يكن ينتشر حزب الله في هذه المقرات، هي أرسلت رسائل واضحة ومناشير ألقيت على هذه البقعة من الجغرافيا السورية، وهددت فيها بعبارة واضحة ضباط قوات النظام بأن أي صواريخ تطلق باتجاه الجولان السوري المحتل لن يكون الرد فقط على حزب الله، بل سيكون الرد على القطاعات العسكرية الموجودة في ريف درعا الغربي والقنيطرة وريف دمشق الجنوبي الغربي. نعم، هذه الهجمات الجيش الإسرائيلي يقول بأنها، وكما ذكرت حضرتك، بأنها رد على يعني الرشقات الصاروخية أو الهجمات التي تصدر من تلك المناطق. يعني هذه الهجمات الصاروخية، ما الذي تستهدفه في إسرائيل؟ يعني ما الهدف منها أو ما الذي ينتج عنها؟ يعني هو من الذي ينتج عنها؟ هذا السؤال مهم. طالما موجود لدى حزب الله صواريخ دقيقة، لماذا لم توجه ضربات دقيقة باتجاه القوات الإسرائيلية في الجولان المحتل وتطلق صواريخ لا يعني لا تصيب حقيقة الأمر أي أهداف للقوات الإسرائيلية في الجولان المحتل؟ لذلك أقول بأن هناك عملية يعني استفزاز واستفزاز مضاد من قبل بين الإسرائيليين وحزب الله من الأراضي السورية وعلى الأراضي السورية. لو كان هناك جدية بالاستهدافات، حزب الله لديه صواريخ دقيقة لكان استهدف القوات الإسرائيلية في الجولان المحتل وحقق خسائر بشرية في صفوف عناصر القوات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل. نعم، طيب سؤال أخير أستاذ رامي، متى تتوفر أرقام دقيقة عن عدد الضحايا أو حتى إن كان هنالك أي ذكر للأضرار المادية التي حصلت حتى الآن جراء الهجمة الأخيرة؟ لا، الأضرار المادية هي في السرية، في سرية المدفعية التابعة لقوات النظام، لكن يعني بالنسبة للخسائر البشرية حتى اللحظة المؤكد ليست في صفوف قوات النظام بل في صفوف المجموعات الموالية لحزب الله الموجودة في هذه المنطقة. رقم دقيق لا يوجد حتى الآن، في حال توفر سوف نقوم بنشره فورا. نعم، شكرا جزيلا لك رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.